لا حدود لإصرار المرأة على تنفيذ أفكارها، ولا يمكن أن يتغلب عليها الألم طالما وإرادتها بيدها. في حلقتنا هذه من بين الناس، فتيات رائعات أثبتن بجدارة أن المرأة اليمنية تتخطى المستحيل لتمسك بشعاع الأمل. وعلي كانت معنا. فيروز أول امرأة تتاجر في العقيق والفضة وغيرها من المشاريع المتعددة. حلا وحنين أختان مهندستان، ولكن مشروعهما خصص في محشي ورق العنب بسبب الأوضاع والظروف الحالية. التصوير مجال من مجالات عمل المرأة، والقصة مع الأختين حنين وآلاء، والعديد من الأفكار المختلفة بروعة من يعملن فيها. كل هذا فقط تجدونه على شاشة قناة السعيدة في برنامج بين الناس، فكونوا على الموعد.